هنبدأ في وصفة تانية عشان رودينا حبيبتي الكراميل هنعمله ازاي مع الفشار. طيب انا طبعا هشتغل في شوية فشار تاني، لازم طبعا نظفت الحلة، شلت الكمية اللي فاتت ومسحتها كويس لو فيها اي بواقي، وهزود شوية زيت برضو، هعمل شوية فشار لان احنا لسه مستمرين في نكهات معانا تانية هنعملها مع بعض. وهنا هسخن برضو الزيت كويس زي ما اتفقنا، وهنا الطاسة، وتعالوا بقى ننزل مقادير الكراميل. مقادير الكراميل بسيطة جدا، فيها كوباية سكر، كوباية سكر، وفيها بيكربونات الصودا، فيها بيكربونات الصودا، مهمة قوي الربع معلقة دي. تعالوا كده نقول مع بعض، عندي الفشار بالكراميل، ذرة فشار، كوباية على حسب الحجم، كوباية سكر، ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصودا، ربع معلقة صغيرة، حلو، يعني طرف المعلقة كبيرة. هاخد كده السكر، مش عارفة السكر ده قليل ولا كفاية، حاسة قليل. بصوا بسخنها قوي، السكر على طول بيدوب ازاي، بس تكر من اللسعة بتاعته يعني بعد الشر وحشة جدا. خليني اشوف هنا كده، خليكم انتوا بعيد وانا هشوف حاجاتي هنا. تمام، في حاجة ناقصاني. طيب ممكن محمد تقريبا هو السكر بره هيزود لي سكر، بصوا هرفعه كده عشان عايزه ايه، عايزه يجيب لي بصوا كده شويه سكر كمان. بصوا لازم ارفع وهدي الحراره، اهدي الحراره عشان يدوب السكر ده كله، يدوب تماما. شايفين ازاي؟ وعايزه السيليكون شيت ضروري يا ندى لو سمحتي، لسه ما جاتليش. بصوا بصوا كده، بصوا حبايبي خلاص داب تماما، اتاكد كده وانا بدوب ان ما فيهوش ولا حاجه. هروح جايه ربع معلقه صغيره اهي، بصوا فين اهي، وهروح حطها على الكراميل اهي، هتفور وهتعمل كده، شايفين الدرجه دي اهي اهي خلاص. وهنيجي كده هننزلها على الفشار، بسم الله الرحمن الرحيم، تكير وحضراتكم بتعملوا كده ماشي علشان لسعته لا قدر الله وحشة جدا جدا جدا، بعيد عنكم يا رب. عايزة أقلب كده الأول كله مع بعضه، معلش مش هشيل دول بايدي طبعا اكيد، بس بصوا هنا، ولازم افرفطه فتطلع كل واحده مش لازقه في الثانيه اهو، هو كده لسه سخن، حلو الكلام اهو كده. عايزه السيليكون شيت دي خلاص تقريبا اقدر اشيلها خلاص، اول ما يبرد سنه بس. بصوا اهو كده، وبعدين لازم افرفطه بسرعه عشان لو مسك في بعضه وقفش مش هيبقى حلو اهو. خلاص هنعمل بقى ايه، هناخد كده ورق الزبده، مفيش مشكله، يبقى عملنا مره بورق الزبده وعملنا مره بالسيليكون شيت، واحط نقطه زيت كده، همسحها كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى على مهلنا خالص، تكير عشان هو لسه استال سخن، خلوا بالكم. هنبدأ نفرفطه عن بعضه، ودول كمان اهو اهو شايفين بدا بقى روعه اهو. تعالوا بقى كده كده، وحدات بعيد عن بعض، هو دافي شويه بس مش سخن، اوعوا تمسكوه هو سخن، نقلب بمعلقه الاول، وزي ما انا بعمل كده حضراتكم في الاخر تعملوا كده اهو، هيتتغلف بقى على كل فشراية وهتبقى رائعه. خليني البس بس جلافز تاني
عشان ايه؟ اهو شايفين ازاي كده، وحدات وحدات اهو اهو اهو، شايفين بقى؟ بصوا بقى حلوة ازاي. التاني بقى لما بنحط بيكربوناتو بتبقى بتغلفها، تخليها كده جميلة، وفي نفس الوقت ما تخليوش عامل زي السكر زي الإزاز تاكلوه، فتبقى لما بنسيح السكر بس يبقى عامل زي الإزاز. لا، لازم نص أو ربع معلقة، طرف المعلقة الصغيرة بيكربونات الصودا، البيكنج صودا يعني. أهو شايفين ازاي؟ يا رودي انا عايزاكي تاكلي وتتبسطي. والله انا شايله لك كل اللي بالكراميل ده يا نودي، اصل نودي بتحب الحاجات المسكره. شيب بنت شيمو، شيمو انا ماشي يا شيمو. على فكره ماما شيماء احنا بناكل شيمو ونخلي بالنا منها، وانا ناقص اخدها البيت معايا والله، واحنا ماشيين هندخنها عندنا حضرتك، فما تقلقيش عليها خالص، هي في ايد امينه على فكره. حياة قلبي احلى كلمة والله. تقعد تقولي تسلم ايدك يا ست الكل، ابني بيقول لي كده على طول، تسلم ايدك يا ست الكل. بصوا بقى شايفين ازاي؟ شايفين الجمال؟ الله اهو، وادي الفشار اللي بالكراميل.